طبعا. سيطر البرسا على كل كلاسيك وخاضه في آخر عامين ذهابا وإيابا مع المدرب غوارديولا. البرسا أكد تفوقه على الساحة المحلية مسجلا 11 هدفا في الريال، ولم يتلقى سوى هدفين منه في 4 مباريات. الليغا تنتهي في نوفمبر، ولكن غوارديولا يدرك أهمية هذا اللقاء من الناحية المعنوية. الفوز على الغريم التقليدي يعني خسارة الريال الأولى في هذا الموسم واعتلاء البرسا الصدارة بفارق نقطتين. مباراة الإنتر في الموسم الماضي تختلف عن المباراة أمام الريال اليوم. عندي شبه إحساس بطريقة أداء الفريق، هم أيضا يعرفون كيف سنلعب نحن. لن تكون هناك مفاجآت من هذه الناحية. نحن نواجه فريقا يعرف كيف يستغل المرتدات منذ عهد شوستر وأخوان دي راموس وبيليغريني. هذه هي قوة الفريق. البرسا كما الريال لا يعاني من إصابة أي لاعب. غوارديولا يتوقع أن يلجأ مورينيو لإغلاق المساحات والاعتماد على الهجمات المرتدة. المضيف لن يغير طريقته وأسلوبه في مواجهة الغريم. لا يهم من سيشارك في المباراة، لم أقرر بعد من سيكون أساسيا. مورينيو كان متواجدا هنا في النادي لمدة سنوات، وهو يعرف أن البرسا له أسلوب يميزه. بغض النظر عن المشاركين، فهو يعرف أن البرسا سيلعب بنفس الطريقة. بيكيه سيكون حاضرا في الدفاع بعد أن كان موقوفا في لقائه الأخير مع ألميريا. سيواكبه كل من بويول، ألفيس وأبيدال. وفي الوسط يعود بوسكيتس مع كل من تشافي وإنيستا، وهنا تكمن قوة البرسا حيث ينتظر مواجهة قوية من خضيرة ألونسو، وقد يكون الثالث لسارة ديارا ما كان أوزيل الألماني. ميسي سيقود هجوم البرسا مع كل من فيا وبيدرو. الأرجنتيني سجل 7 أهداف في مرمى كاسياس في آخر 3 مواسم. من المبكر الحديث من لقب هذا الموسم، ولكن ما شاهدناه مؤخرا أن هذا اللقاء هو الذي قرر الليغا في الموسم الماضي، وقد يكون الوضع مماثلا هذا الموسم أيضا.